نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا له الأشواق. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في البداية حابب شكر خاص جدا، بشكر حضراتكم. ليه بشكر حضراتكم؟ اللي احنا بدأنا كلنا ناخد أول خطوة للتميز. أول خطوة للتميز جت لما سمعت إن في محاضرة اسمها الشخصية المتميزة، فاخترت اللي أنت عايز تسمع يعني إيه شخصية متميزة وبتعمل إيه عشان عايز أبقى متميز. مش كل الناس بتفكر بالطريقة دي. بشكرك عشان أنت كنت متميز وقعدت قدام الكمبيوتر تصطبر وتصبر لحد ما المحاضرة تبدأ، وكان المحاضرة ميعادها الساعة 8 وكان في مشكلة في الكلاس، وبعد كده كان في مشكلة في الصوت، وأنت فضلت صابر عشان تحصل على علم. فدي خطوة من خطوات التميز. عشان احنا كل واحد فينا لو راجع كده قواعد التميز للناس اللي فعلا تميزت في هذه الدنيا ووصلوا لأهدافهم، هيلاقيهم كانوا يصطبروا على العلم، وكانت من صفاتهم الصبر على كل مشكلة حتى يعبروا ويصلوا إلى أهدافهم ويكونوا متميزين. فتاني بشكر حضراتكم على هذا الصبر الجميل. طيب، عايز ابقى متميز. نفسي فعلا اسيب بصمة متميزة في الدنيا وتنفعني في الدنيا والآخرة ان شاء الله بإذن الله. طيب، خلينا النهاردة هنمشي مع بعض كده في رحلة التميز. بس خليني في بداية كل محاضرة دايما في مفهوم رئيسي بكرره وهفضل اكرره دايما عشان انا زرعه جوايا ونفسي يتزرع جوانا كلنا. المفهوم الرئيسي ده اسمه The Three E's، الثلاثة E. ثلاث كلمات أولهم E. الـ E الأولانية، الكلمة الأولانية نتوقع اللي هي إيه؟ ممكن نشارك مع بعض يا جماعة؟ كلمة أولها حرف الـ E. الـ E مش الألف. تمام. خلينا نبدأ كده بأول كلمة تبدأ بحرف الـ E، هي كلمة Energy. يعني إيه Energy يا جماعة؟ طاقة بالظبط، بس بنحط قبلها كلمة positive، بقت positive energy، طاقة إيجابية. ال positive energy دي الطاقة الإيجابية، نعني بيها الطاقة الإيجابية اللي ممكن تكون بتزرع جواك طاقة إيجابية يومية، بكتاب بتقراه، بمحاضرة بتحضرها، بمعلومة بتعرفها، بكورس بتاخده، بإضافة في السي في بتاعك. المهم اللي أنت كل يوم ما يعديش غير ما تضيف لنفسك positive energy، طاقة إيجابية. أما الإيه التانية هي بوزيتيف انرجي برضه، طاقه ايجابيه، بس بنكمل بعدها كلمه اسمها فور اذرز. يعني ايه؟ يعني ايه بوزيتيف انرجي فور اذرز؟ طاقه ايجابيه للاخرين. من فضلك لو انت عندك طاقه ايجابيه انقلها للاخر، لو انت عندك معلومه انقلها للاخر، لو انت قريت كتاب اشرحه للاخر، لو انت عندك طاقه ايجابيه وسعيد النهارده انقل هذه السعاده للاخر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلقى. يعني ايه؟ انت نازل سعيد ومبسوط وعندك طاقه ايجابيه، من فضلك ابتسم وجه اخيك، فانت بتنقل هذه الطاقه الايجابيه. ودايما يا جماعه في ناس مننا تفتكر ان ده تفضل مني، ان انا انقل علم معين انا عرفته او انقل معلومه او انقل سعاده للاخر او اساعد الاخر او يبقى في حاجه اسمها عطاء. لكن ده مش تفضل، ده الزام علينا. خلينا اسالكم سؤال اوضح فكره هذا الالزام. هو ماذا يبقى بعد الممات؟ ايه اللي بيبقى بعد ما الواحد بيموت؟ ثلاث حاجات نعرفهم مع بعض. مين يقدر يقول لنا ايه هما الثلاث حاجات دول؟ طبعا العمل الصالح، بس في ثلاث حاجات كده الرسول صلى الله عليه وسلم اكد عليهم. الصدقه الجاريه، مظبوط، وولد صالح، وعلم ينتفع به. تعالوا ناخد كل حاجه على حده في الاول. صدقه جاريه، انت اجتهدت وبقى عندك طاقه ايجابيه واجتهدت في شغلك فكونت فلوس، بقيت عندك شركتك او بقيت موظف مرموق او في اي كان هذه الوظيفه، قدرت تحصل على مال. بالمال ده انت بتحطه في صدقة جارية، هي راحة لمين؟ للآخرين.
هتنفع المجتمع واكيد ليها مردود ليك ان شاء الله باذن الله. او ولد صالح اجتهدت عشان تلاقي الزوجة الصالحة، وده بقى موضوع صعب جدا، وانت اجتهدتي عشان تلاقي الزوج الصالح وبرضه موضوع صعب مش سهل، بعد كده اجتهدتوا عشان تكونوا أسرة صالحة وتربوا نشء صالح، هيطلع ولد صالح ينفع المجتمع فينفع الآخرين. العلم الذي ينتفع به، اجتهدت في دراستك وصلت لمكانة معينة في الدراسة، أو عملت ماجستير أو دكتور، أو حتى حفظت حديث أو آية قرآنية وعرفت كتاب أو معلومة دنيوية، هذه المعلومة ما تنقلها للآخر هيصبح علم نافع تنفع به الآخرين. فدايما ازرع جواك طاقة إيجابية ودايما انفع الآخرين بهذه الطاقة الإيجابية، عدوة الإيجابية يا جماعة، عشان نصل إلى أهدافنا. وصدقوني ده مش تفضل مننا، هيجي لك مردود هذه الطاقة الإيجابية. طب الإيد التالتة، الإيد التالتة حاجة اسمها age. كلمة age هي حافة أو عتبة. يعني إيه حافة؟ فارق ما بين شيء مرتفع وشيء منخفض. يعني إيه برضو؟ يعني ابني لنفسك حاجة اسمها competitive age، age تنافسية، حافة تنافسية تفرق ما بينك وما بين الآخر. يعني إيه؟ يعني لازم تبقى مميز عن الآخر، لازم يبقى فيه تنافس شريف. آه لازم تضيف لنفسك شيء يختلف عن الآخر، لأن الحقيقة الدنيا بقت صعبة والحصول على فرص بقى صعب، فلازم يبقى عندي ايدج تنافسية. الايدج التنافسية لازم اكون متميز، عشان احنا بنتكلم النهارده عن شخصية متميزة. يعني ايه؟ الايدج التنافسية بتاعتك دي ممكن تكون لو انت عايز فرصة عمل، تبقى الايدج التنافسية بتاعتي ان انا هاخد كورس كمبيوتر فاضيفه في السي في، فدي الايدج تخليني اختلف عن الاخر. اطور نفسي في اللغة، هعمل كذا هعمل كذا هعمل كذا، هعمل نشاطات. لازم تضيف لنفسك ايدج، لازم تختلف عن الآخر، لازم تبقى مميز. عشان كده النهاردة هنتكلم عن الشخصية المتميزة، بس أرجوكوا إن إحنا نزرع جوانا 3 E's: positive energy, positive energy for others, and age. طيب الأجندة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها ثلاثة على الطريق، خطوات الوصول إلى التميز، أو ثلاثة قبل البداية، وهنعرف إيه هما الثلاثة قبل البداية. خطوات الوصول إلى التميز، صفات الشخصية المتميزة، والضيف، مين هو الضيف هنعرفه مع بعض. طيب خلينا نبدأ في الأول خالص بقصة، قصة يمكن في بعضنا سمعها، قصة اسمها قصة أستاذ عادي. كم واحد سمع قصة أستاذ عادي يا جماعة؟ اللي سمع قصة أستاذ عادي يدوس واحد. كويس، في بعضنا سمعها وبعضنا ما سمعهاش. طيب ليه اللي ما سمعهاش واللي سمعها؟ اللي ما سمعهاش هنسمعها دلوقتي مع بعض، واللي سمعها هقول لكم معلومة مهمة جدا، ان التكرار يعلم. ها ايه رأيكم؟ التكرار بيعلم ايه؟ بيعلم مين؟ اه لا مش الشطار ولا حاجة تانية. التكرار في وجهة نظري هو بيعلم المؤمنين. يعني ايه بيعلم المؤمنين؟ المولى عز وجل قال: فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فاحنا محتاجين نتذكر كل شيء يدفعنا إلى الأمام، وكل شيء يقربنا إلى الصالح من الأعمال وإلى إعمار الأرض. فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. خلينا نبدأ بقصة أستاذ عادي. قصة أستاذ عادي بتبدأ إن كان في طفل كان بيذاكر مذاكرة عادية، بس وأنا بقول رددوا معايا كلمة عادي، كان بيذاكر مذاكرة عادية، فالحقيقة كان بيجيب مجموع ها عادي. وبعد كده دخل ثانوية عامة واجتهد فبرضه جاب مجموع عادي، فدخل كلية عادية. وكلية عادية هنا أعني بيها الكلية اللي هو مش عايزها، مش كلية قمة وقاع، مفيش حاجة اسمها كلية قمة وقاع، ولكن في كلية اللي أنا كنت عايزها وما قدرتش عشان أنا جبت تقدير عادي. وكل سنة كان هو في الكلية برضه بيذاكر مذاكرة عادية، فكان بيجيب تقدير عادي، فالحقيقة اتخرج بتقدير عام عادي، واشتغل شغلانة عادية، واتعرف على زوجة عادية، واتجوز جواز عادي، وبالطبيعي جاب أولاد رباهم تربية عادية. وبعد ما كبروا الأولاد بقوا أولاد عادي، وهو عدت الأيام والسنين بقى عادي في عادي في عادي، لحد ما مات موتة عادية محد سمع عنه ولا حد عرفه ولا ساب بصمة، فهو مات وهو إنسان عادي.
القصة دي يمكن في معظمنا سمعها، وأنا كنت من الناس اللي سمعتها وشدتني جدا، بس وقفت عندها شوية وقلت كلنا هذا الرجل، معظمنا مر بأستاذ عادي، وفي ناس كتير قوي حوالينا عادي، وإحنا أحيانا دلوقتي ممكن يكون في مننا عادي. بس خليني أقف عند السؤال ده، أنا أقصد موتة عادية يعني ما سابش بصمة. بصمة دي ممكن تكون حاجة بسيطة جدا، ممكن تكون أثر أو سيرة طيبة عند الآخرين، أو اللي هو ما اجتهدش اللي هو يعمل شيء فعال. طيب خليني أرجع تاني، وقفت شوية عند موضوع القصة دي، واكتشفت إن كل واحد فينا مر بمرحلة أستاذ عادي، وفي ناس فينا لسه عايشة في قصة أستاذ عادي. لكن تخيلت لو القصة دي عملنا لها شوية تعديل، وجيه أستاذ عادي في وقت ما وقف وقفة مع نفسه وصحح المسار وقرر يقول أنا مش هبقى إنسان عادي، فعملت إعادة صياغة لهذه القصة فطلعت هذه المحاضرة، ما بقاش أستاذ عادي، بقى هو شخصية متميزة. فتخيلت إن الأستاذ عادي جه في لحظة ما قال أنا هغير من نفسي، أنا مش هبقى إنسان عادي، فبدأ يبحث إزاي أبقى إنسان متميز، إزاي أخرج بره إطار العادي. فأحد المقربين إليه نصحه، قالوا لو عايز ما تبقاش إنسان عادي روح لأحد الحكماء في قرية المتميزين، الشخصيات المتميزة، وإنت في طريقك هتقابل 3 يفط على الطريق، 3 في الطريق، اقرأ اليفط دي كويس واستخدمها عشان تبقى إنسان متميز، وما تروح لهذا الحكيم، الحكيم هيديك 9 قواعد رئيسية حتى تصبح شخصية متميزة. فبدأ صاحبنا أستاذ عادي يبدأ طريقه عشان يتحول لشخصية متميزة، ودلوقتي هيبدأ الطريق وهيبدأ يتعرض ل3 لافتات هتنور له طريقه، وبعد كده يقابل الحكيم اللي هيقوله 9 قواعد حتى يصبح شخصية متميزة. 3 قبل الطريق، قبل البداية يعني. وهو في طريقه ظهرت له أول لافتة أو أول يافطة بتقول له نقطة التحول الحقيقي هي إيقاظ مبدأ القوة لديك. ما من إمكانية موجودة في إنسان إلا وموجودة فينا جميعا، فالقوة كامنة لدى كل شخص وبحاجة إلى تحفيز. ودي كانت أول لافتة قابلها أستاذ عادي. نعم كلنا جوانا طاقة كامنة، بس في هناك من يستغل هذه الطاقة فعلا بإيجابية، وفي واحد تاني بيهمل هذه الطاقة. كان أحد الجرائد الإنجليزية كان نشرت مقال عن سيدة في 70 من عمرها، فجاء حفيدها رجله كانت تحت عربية، تمام، فهي خرجت بسرعة، عربية دست على رجله، رفعت العربية وشالت حفيدها من تحت العربية دي. طبعا الناس شافتها شبه معجزة، ازاي واحدة عندها 70 سنة تعمل ده؟ فالحقيقة الصحف كلها والمجلات بدأت عايزة تاخد منها ريبورتاج وتقعد معاها وتعرف هي عملت كده ازاي. فالحقيقة اختفت عن الأنظار، دي قصة حقيقية يا جماعة، اختفت عن الأنظار وما بقتش تقابل أي حد خالص غير صحفي فين وفين بالصدفة، أما قعد معاها وعرف هي ليه مختفية عن الأنظار، فبيقول لها أنت ليه بعد اللي أنت حققتيه ده مختفية؟ قالت له أنا عشان أنا كنت قاعدة مكتئبة في بيتي ندمانة على كل عمري اللي أنا اكتشفت طاقة جوايا كإنسان ما كنتش بستغلها كل الفترة اللي فاتت دي. اللي أنا أقصده إيه يا جماعة؟ اللي انا اقصده اللي احنا احيانا بتطلع الطاقه دي اما بنتحط تحت ضغط، بدليل فاكر ايام الامتحانات اللي انت بتقعد فجاه تجيب ليله الامتحان او اليومين اللي قبل الامتحان المنهج كله، ايه الطاقه الغريبه دي؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟ فاكر المشروع بتاع الشغل اللي كانوا طالبينه منك وانت بتقول انا مش هقدر اخلصه ومش هقدر اعمله، وجيت في يوم سهرت عليه وخلصته وكان متميز؟ طيب اما انت عندك الطاقة دي، انت ليه ما بتقص هذه الطاقة الكامنة جواك دايما في كل عمل عشان تبقى فعلا انسان متميز؟ فمن فضلك صحي الطاقة دي جواك، فعلا محتاجين نصحي الطاقة دي جوانا. طيب مشي استاذ عادي وشاف لافتة اخرى،
لافتة مكتوب عليها الاستعداد، the ability، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. في ناس يا جماعة عندها حاجة اسمها ability to change، قابلية للتغيير، ability to success، قابلية عايز ينجح، عايز عنده استعداد لده، بيقول أنا عايز أنجح. ومحدش يعتقد إن كل الناس بتقول أنا عايز أنجح، عشان كده تاني في الأول خالص أنا شكرتكم إن أنتم متميزين. محدش يعتقد إن كل الناس بتقول أنا عايز أعرف أبقى متميز إزاي، لأ، كونك اللي أنت عايز تعرف يبقى أنت عندك استعداد، من فضلك ضخم هذا الاستعداد جواك عشان تكمل. وتذكر أن الوراثة لا تحدد موقعك في الحياة، وأنك لست مجبرا على البقاء في الأسفل. كان في كلمة بتدعم هذه الكلمات لبيل جيتس. بيل جيتس هو صاحب شركات مايكروسوفت وأغنى، كان أغنى راجل في العالم. كان بيقول If you born poor it's not your mistake but if you die poor it's your mistake. يعني إيه؟ يعني لو أنت اتولدت فقير دي مش مشكلتك، لكن لو مت فقير دي مشكلتك أنت اللي اخترت، ما تسعاش إن أنت تغير هذا الواقع. فأحيانا إحنا مشكلتنا اللي إحنا أحيانا بنطلع شماعات، أول ما نواجه بمشاكل نقول أه أصل أنا مش هبقى متميز، أصل أنا فقير. وزي ما قلت لكم بيل جيتس قال إيه؟ هو انعدام الثقافة، أنا ما عنديش ثقافة معينة، مش متعلم يعني، أو غياب الصحة الجسدية، أنا عليل عندي إعاقة، او السن، بقول سني كبير قوي فمش مش هلحق اواكب التميز، او سني صغير قوي فمش هلحق اواكب التميز، او الجنس، احيانا اقول انا بنت فمش هقدر اعمل ده، او مش هبقى متميزه في ده. فكل الحاجات دي شماعات يا جماعه، محتاجين نكسر هذه الشماعات بدليل. تعالوا كده ناخد حاجه حاجه. الفقر، انعدام الثقافه، اول حاجه انعدام الثقافه. فاكرين ده يا جماعه مين ده؟ مين صاحب الصوره دي بالظبط؟ محمود عباس العقاد. وعلى ما اعتقد ان لا يخلو بيت من العبقريات، عبقريات العقاد، ولم يكمل تعليمه، فهو ثقف نفسه بنفسه. فمحدش يجي يقول اصل انا ما كملتش تعليمي، اصل انا اتعلمت تعليم مش عارف ايه، اصل التعليم الحكومي ده ما كانش مفيد، مش و و و شماعات شماعات شماعات. من فضلك كسر هذه الشماعات. اهو كان انسان ما كملش تعليمه بس قدر يتميز في الحاجة اللي هو ما كملهاش. طب الفقر، السادات مثلا، ده مثال، مش مهم مين هو المثال، كان فقير وكان في بعض الأحيان كان مسجون، وبعض الأحيان اشتغل عتال وفي الآخر خلاص وصل بقى رئيس مصر. السن، لو جينا بصينا لموضوع السن، أحيانا أقول أصل أنا الحقيقة صغير جدا إلا أنا أبقى متميز أو أبقى في مكانة معينة، وشايف نفسي دايما صغير. انا عايز اديكم مثال عظيم جدا. شايفين سوق الصوره دي؟ حد فينا يعرف صوره مين دي؟ مين ده؟ انتوا معايا يا جماعه؟ الصوت واضح؟ لا، دي صوره محمد الفاتح، فاتح القسطنطينيه. محمد الفاتح كان ليه هدف، اللي هو علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان خير الجيش جيشها وخير الامير اميرها، اللي هو مين؟ فاتح القسطنطينيه. فالحقيقه كان عنده هدف من هو صغير، فبسبب الهدف ده كان بيركب فرسه كل يوم ويخش البحر، نص البحر بالفرس، ويبص الأسوار القسطنطينية ويعلم اللي هو هيروح لها إن شاء الله بإذن الله. فالحقيقة تعلم القرآن وبس؟ لأ. تعلم الفقه وبس؟ لأ. وعلوم الطبيعة وبس؟ لأ. والفروسية والقتال لحد ما فتح القسطنطينية وهو لم يكمل 23 سنة. فمحدش يقول إن أنا صغير على التميز، محدش يطلع شماعة السن. او احيانا نسمع اصل انا سني كبير، انا كبرت لسه هغير في نفسي دلوقتي، لسه هبقى متميز دلوقتي، انا خليني نكمل في قصة استاذ عادي، مش هوقف وابقى انسان متميز. شايفين الصورة دي يا جماعة؟ حد يعرف صورة مين دي؟ دي صورة القائد الحقيقي لفتح الاندلس، وموسى بن نصير. حد سمع عن القائد العظيم موسى بن نصير؟ موسى بن نصير هو القائد الحقيقي لفتح الأندلس، كان تحت موسى بن نصير طارق بن زياد. موسى بن نصير فكر اللي هو يفتح الأندلس ليه؟ عشان ما كانوش عارفين يفتحوا القسطنطينية من جهة الشام، ففكر يمشي بطول الشمال الأفريقي
بعد كده يخش على اوروبا ويمشي اسف بطول بعرض الشمال الافريقي ويخش على اوروبا وياخد عرض اوروبا حتى يصل الى القسطنطينيه. الكلام ده كان بيعمله وهو في اواخر السبعينات وكان بيركب فرسه وفعلا فتح الشمال الافريقي كله، وبعد كده سلم الرايه لطارق بن زياد حتى يستكمل فتوحات الاندلس. فمحدش يجي يقول اصل انا كبرت عن التميز، اصل انا مش هقدر اتغير دلوقتي. من فضلك كسر الشماعات وانت اختار عايز يبقى عندك شماعات كتير تعلق عليها عدم تميزك، انت حر، او عايز فعلا تكسر الشماعات دي وتبدأ تتميز. وغياب الصحة كثيرا كثيرا يا جماعة ما بنشوف ناس عندها إعاقة وهي متميزة. خش النهاردة على اليوتيوب بعد ما تخلص المحاضرة هتلاقي فيديوز كتيرة جدا لناس عندها إعاقة يمكن تميزت أكتر من ناس سليمة. فما تقولش اللي أنا معاق، ولكن قول اللي أنا عندي مزايا أخرى سأعلي منها إن شاء الله. أما اليافطة أو اللافتة الثالثة اللي لقاها صاحبنا أستاذ عادي وهو رايح في طريقه للحكيم اللي هيقول له خطوات التميز، قالت له إيه؟ إذا كنت لا تدري أين تريد فأي طريق سيكون مناسب لك. يعني إيه؟ يعني مهم جدا تبقى عارف أنت رايح فين، مهم جدا إن أنت تحط هدف عشان تتجه إليه إذا كنت إنسان متميز. الهدف رقم واحد للسعي إلى التميز، لازم يبقى ليه هدف. أحيانا تسأل شخص تقول له أنت عايش ليه؟ يقعد يفكر وممكن ما يبقاش سأل نفسه السؤال ده. محتاجين نسأل نفسنا السؤال ده النهاردة، أنا عايش ليه؟ هدفي إيه؟ هدفي إيه خلال السنة دي؟ هدفي إيه خلال 5 سنين؟ هدفي إيه خلال 10 سنين؟ عيش لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعيش إلى آخرتك كأنك تموت غدا. فأنا عايش ليه؟ هدفك إيه؟ واليافطة كمان أو اللافتة دي قالت له معلومة مهمة جدا، إذا كنت تسير على خطة الأمس فإنك في الغد ستصل إلى اليوم. فإنك في الغد ستصل إلى اليوم. خلي عندك نظرة مستقبلية ورؤية فيما بعد، وضع خطة للمستقبل حتى تكون إنسان متميز. وصل صاحبنا الحكيم، وصل لقرية التميز المليئة بالمتميزين، وبدأ الحكيم يقول له 9 خطوات هامة حتى يصل إلى التميز. نبدأ يا جماعة رحلتنا مع خطوات التميز مستعدين؟ لو مستعدين كلنا ندوس واحد. نبدأ أول خطوة. الخطوة الأولانية اللي قالها له الحكيم، احرص أن تكون الأول في مجالك. Be the first. احرص أن تكون الأول في مجالك، ولكن واحذر أن تكون الأول رقما والأخير حقيقة وواقع. يعني إيه؟ يعني إيه الأول رقما والأخير حقيقة وواقع؟ خلينا ناخد أول كلمة، احرص أن تكون الأول في مجالك. يعني قول لنفسك أنا أول واحد هكون مبادر في مشروع خيري، أنا أول واحد هكون مبادر في إتقان العمل، أنا أول واحد هكون مبادر في اللي أنا في الدعوة بالأخلاق، أنا أول واحد هكون مبادر بنظافة المكان اللي أنا فيه، أنا أول واحد أول واحد أول واحد. هتبقى إنسان متميز. إذا كنت عايز تبقى إنسان متميز فعلا كن مبادرا. المبادرة هي طريقك للتميز. أول شخص هو اللي بيبقى متميز، أول شخص يبادر هو المتميز. ولكن هام جدا أن احذر أن تكون الأول رقما والأخير حقيقة وواقع. يعني إيه؟ في حاجة يا جماعة اسمها competence و confidence. يعني إيه competence و confidence؟ ال competence اللي هي قدرتك على فعل الشيء، ال confidence ثقتك في قدرتك. لو حاجة من المعادلة دي اختلت لازم يبقى عندك الاثنين عشان تبقى متميز. لو حاجة من المعادلة دي اختلت فيها مشكلة. يعني إيه؟
يعني لو انت عندك كومبتنس، عندك قدره، وما عندكش ثقه في القدره دي، كونفيدنس، هتبقى دايما مضطرب وقلقان ومتوتر. الكارثه الاكبر كمان لو عندك كونفيدنس، عندك ثقه، وانت ما عندكش الكومبتنس، ما عندكش القدره اللي تغطي هذه الثقه، فدايما هتبقى معرض الى خطوره. فدايما ممكن تتحط في موقع معين او في وظيفه معينه او في وضع معين وانت مش مؤهل لده، فهتكون الاول رقما والاخير حقيقه وواقع. فمن فضلك اهل نفسك من دلوقتي ان انت تكون الاول. ولو اهلت نفسك في مجال معين، كن مبادرا، قول انا لها، وكن مبادرا بالثقه في نفسك. ليه؟ لان احيانا ممكن تكون مثلا بتحضر محاضره ما، وهديكم مثال ويمكن كلنا بنتعرض له، بتحضر محاضرة ما وانت عندك قدرة كويسة في معلومة معينة في المجال اللي انت بتحضر فيه المحاضرة دي، ويجي يطلب منك او يطلب المحاضر يقول يا جماعة مين اللي يقدر يقف يتكلم في الموضوع الفلاني. من فضلك كن مبادر وكون اول واحد تقدر تقوم تقول، مادام انت عندك قدرة. كلنا احيانا بيبقى عندنا قدرة بس بنفقد روح المبادرة ولا نكون الأول في مجالنا. عشان كده المبادر هو الإنسان المتميز. دايما تفتكر الشخص اللي بيبادر أول واحد يعمل الحاجة دي. القاعدة التانية بتقول إيه؟ أقم علاقات صادقة مع الجميع وحافظ على ثقة واحترام الآخرين. مفيش تميز دون علاقات مع الآخر، مفيش تميز من غير كوميونيكيشن سكيلز عالية مع الآخرين. لازم يبقى في تواصل مع الآخر، لازم تشبع الجانب الاجتماعي وتواصلك مع الآخر. الأكثر تواصل مع الآخر والأكثر تفهما مع الآخر هم الأكثر تميز في هذه الدنيا. مهم جدا إن احنا نعرف هناك أناس صالحون خرجوا عن الصراط، يحتاجون إلى من يعيدهم إلى الطريق القويم مجددا أكثر من حاجتهم للعقاب والمحاكمة. يعني إيه؟ يعني ما تبقاش ماشي في الدنيا دي بس، ما تبقاش ماشي في الدنيا دي بس عشان تحكم على الناس. ما تبقاش ماشي في الدنيا دي تقول اصل ده عمل الغلط الفلاني وده عمل الغلط الفلاني وده وده وده. الاكثر تميزا في هذه الدنيا اللي هو بيعذر الناس في الخطأ ويقف بجوارهم ويقدر يتواصل معهم ويكسب ثقتهم واحترامهم، واذا نصحهم ينصحهم في انفراد لا في جماعة. الامام الشافعي كان ليه شعر جميل جدا في هذا الإطار يقول: وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن عاندتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. يعني من فضلك جنبني اللي أنت تنصحني في جماعة، ولو نصحتني في الجماعة ما تزعلش اللي أنا ممكن ما أسمعش كلامك. لا، من فضلك أقم علاقات وثقة بينك وبين الآخرين، ودايما حافظ على ده. حتى لو شفت منهم خطأ وحبيت تنصح ففي خفاء حتى يصلوا إلى الطريق، وما يبقاش نوع من التكبر على الناس. ساعتها هتكون متميز، ساعتها يحترمك الآخرين. واعرف دايما كن هاما، كن مهتما، تكن مهما. إذا كنت مهتما بالآخرين ستكون مهما في أعين الآخرين وتكون مميزا. دي كلمة قالها أحد أثرياء أمريكا، كان بيقول إن القدرة على معاملة الناس يمكن أن تشترى كالسكر واللبن، وإني على استعداد لشرائها بأكثر مما تشترى أي شيء آخر في الوجود. فهو بيقدر فعلا قيمة التواصل مع الناس، بس قيمة التواصل مع الناس لا تشترى بالمال، ولكن تشترى بالمعاملة الطيبة والاهتمام بالآخر. ودايما حط في ذهنك النظرية دي يا جماعة، نظرية الكريدت والديبت. يعني إيه كريدت وديبت؟ الكريدت اللي هو الدائن، اما الديبت اللي هو الكريدت اللي هو الرصيد، انت حاطط رصيد عند الناس. ديبت اللي هو السحب من هذا الرصيد. يعني ايه؟ يعني دايما حط كريدت، حط رصيد عند الاخر، حط رصيد عند الناس. ساعد فلان، تواصل مع فلان، اسمع فلان، اسمع مشاكله وساعد و و و انت عملت حط رصيد عند الاخر، عشان يوما ما تحصل مشكله اما تيجي تسحب من الديبت ما تسحبش على المكشوف، يبقى عندك رصيد الناس تسامحك على الخطأ اللي انت ممكن تعمله. فمن فضلك حط رصيد عند زوجتك كتير قوي، عشان لو عملت خطأ ما تسحبش على المكشوف. من فضلك حط أرصدة عند أصدقائك، حط أرصدة عند والدك والدتك، حط أرصدة عند إخواتك، حط أرصدة عند الناس كلها، ومساعدتهم بالسمع إليهم والتواصل الفعال باحترامهم
عشان أكيد كلنا خطائين وأكيد ممكن نغلط في يوم ما، بس صدقني اللي عندهم أرصدة عند الناس، الناس بتسامحهم بسرعة جدا، لكن دايما اللي بيسحب على المكشوف دايما لا يحترم الآخرين ولا يكون مميز ولا مهما في أعين الآخرين. So من فضلك فكر في all win concept، فكر اللي احنا كلنا نكسب. في كذا طريقة يا جماعة للتعامل مع الآخر. في ناس بتفكر win lose، أنا أكسب وأخسر اللي قدامي. في ناس بتفكر بطريقة لوز وين، انا غلبان وضعيف ودايما اللي قدامي هو بيكسب وانا ما بكسبش. في ناس بتفكر لوز لوز، انا بخسر وخسر اللي قدامي عليا وعلى اعدائي. لو احنا بنتناقش في موضوع مش مهم نوصل للحق، المهم اللي هو الحق ما يظهرش على لسان الاخر. وفي ناس بتفكر وين وين، انا اكسب وانت تكسب. وفي ناس بقى بتفكر اول وين، انا اكسب وانت تكسب والاخرين يكسبوا. اول وين، انا اكسب وانت تكسب والمجتمع اللي حوالينا يكسب. انا اكسب في النقاش وانت تكسب معايا في النقاش، اللي احنا نوصل للحق ومجتمعنا وبلدنا تكسب. فعايز تبقى متميز، دايما فكر بمنظور all win، كسب اللي حواليك حتى لو نقاش، اتفق معهم فيما تتفقوا مع بعض، ويعذر كل منكم الاخر فيما اختلفتوا فيه. هقف عند النقطة دي شوية وهقول كلمة للإمام الغزالي، الشيخ الغزالي، ما بيقول يجب على المتحاوران أن يكون كناجش الضالة، لا يهم أن تكون أن تظهر على يد أحدهم، المهم أن يصلوا إلى الحق. يعني إيه؟ يجب على المتحاوران أن يكون كناجش الضالة؟ يعني كل واحد فينا، كل واحد هيتناقش مع الآخر في تواصل مع الآخر، لكننا بندور على ضالة. يعني فلنفرض مثلا مفتاح بيتنا ضاع، فحضراتكم قررتوا إن أنتوا تساعدوني اللي أنا ألاقي مفتاح البيت، فجه ظهر على يد أحدكم، تمام؟ فانا اقول لا بقى، الحقيقه مش هاخده. هو المستهدف ايه؟ المستهدف اللي انا ما باتش بره بيتنا، المستهدف اللي انا اعرف اخش بيتي، مش مهم يظهر على يدي احدين، المهم اللي احنا كلنا نكسب ونصل الى المستهدف. ففكر دايما بقول وين. في بعض اسئله بتتكلم على التعريف بالمحاضر، اسمحوا لي بعد اما ننتهي من المحاضره، انا يمكن ما عملتش تعريف بالسي في بتاعي في الاول عشان احنا بدانا المحاضره متاخر، قلت اخد وقت اكتر اللي احنا نخش في صميم المحاضره، وفي اخر المحاضره لو في وقت ان شاء الله باذن الله هنتعرف على بعض اكتر ان شاء الله. القاعده الثالثه، لا تتردد في تفويض العمل ما امكنك ذلك. يعني ايه؟ يعني من فضلك علم الاخرين، من فضلك فوض سلطاتك للاخرين، هو ده الانسان المتميز. في مفهوم كده يجي في ذهن الشخص اللي وصل لشيء معين او منصب معين، يقول انا لو فوضت او علمت اللي تحتيه مش هبقى متميز. اقول لكم كيس ستادي او حاله كده بتدرس في علم التسويق في الماركتنج. شركه تويوتا بتاعت السيارات، كان عندها تو يونتس، عندها وحدتين عمل، كل يونت فيها ماركتنج مانجر، فيها مدير تسويق. جت عملت تيست كده، راحت مديه التو يونت مانجرز دول اجازه، خدوا اجازه، ففي يونت منهم وقعت، في يونت تانية بدات تشتغل الطبيعي جدا، لكن المدير ده مش واخد اجازه. متخيل تويوتا تعمل ايه؟ ممكن يجي في ذهننا اللي هي رفضت مين؟ رفضت اليونت بتاعته شغاله طبيعي، ما هي مش محتاجاه، لكن حصل العكس، اللي هي رفضت الشخص اللي لما مشي اليونت بتاعته وقعت، لانه ما كانش بيعمل ديليجيشن، ما كانش بيفوض، ما كانش بيعلم الاخر. فاكرين في الاول خالص positive energy for others، عايز تبقى مميز انقل طاقة للآخرين وعلم الآخر وفوض الآخر، واتبع العناصر الأساسية للتفويض. التفويض محتاج ثقة بالذات، لو انت ما بتفوضش الآخر وما بتعلمش الآخر، إذا انت مش واثق في نفسك، انت خايف لحسن الآخرين ياخدوا مكانك، يبقى انت عندك نقص في الثقة بالنفس. التفويض محتاج عدالة، اما تيجي تفوض عمل تفوضه بالعدل، من يستحق، وتضع من يستحق في المكان المناسب. اما تيجي تفوض عمل بيحتاج القدره على التحفيز، تحفز اللي حواليك وتحفز الاخر، هتكون متميز. اما تيجي تفوض عمل يكون في رغبه لنقل الخبره، وهي دي البصمه اللي انت فعلا هتسيبها، وده التميز. لو انت في شغلك من فضلك انقل خبرتك دي، ربما
ربما تكون الخبره اللي انت نقلتها دي هي اللي تنفع، ودي تكون البصمه ما تخلكش زي استاذ عادي وتخرج بره اطار العادي وتبقى انسان متميز. فلا تتردد في تفويض العمل ما امكن. اما النقطه الرابعه بتقول ابحث عن مزيد من المسؤوليات وابحث وابعث الحياه في الاعمال الصغيره. ما تتفش من حاجه، خير الاعمال الى الله ادومها ولو قل. يعني ايه؟ لو عمل بسيط تابعه، لو حاجة بسيطة اتبعها ان شاء الله. لو انت بتتحرك ناحية هدفك 10 سنتي كل يوم، بس المهم ان انت تبحث على هذا الهدف وخد مسؤوليات وتولى هذه المسؤوليات واتجه اليها. ولا تهتم ان قال الناس بانك مجنون، بشرط ان تكون صادقا مع نفسك أولا وخطواتك على الدرب الصحيح. لو أنت عندك فكرة صمم عليها، خد مسؤوليتك تجاه هذه الفكرة وكمل حتى تصل إلى هذه الفكرة. أما النقطة الخامسة بتقول كن متحمسا لعملك وتكيف مع ما تريد عمله. يعني إيه؟ هلخصها بنصيحة كده مهمة: اخضع جسدك لعقلك، واخضع عقلك لروحك، واخضع روحك بمعتقدك. لو انت فعلا عايز حاجة معينة، صدقني كل حواسك هتتجه اليها، وهتلاقي الكون بيساعدك عشان تصل الى هذا الشيء، عشان تصل للهدف ده. ولو مش دلوقتي ممكن هتوصله. مهم ان تحب الشيء اللي انت فعلا بتعمله دلوقتي وركز فيه، هتصل الى ما تريد ان شاء الله بإذن الله. اما القاعدة الستة بتقول لا تخشى المخاطر المعقولة. دي مهمة جدا، لازم تبقى عارف اللي انت لو عايز هدف معين وعايز تبقى انسان متميز، هتخرج بره اطار العادي شوية وتخرج بره اطار حاجة اسمها كونفورت زون، دايرة الراحة. اللي عنده استعداد اللي هو يخرج بره دايرة الراحة بتاعته يا جماعة، يعمل لها ستريتشنج، يكبرها، يبقى فيه شوية ريسك، هو ده اللي عايز يبقى متميز. لكن اللي عايز يفضل عايش جوه الكونفورت زون، خلاص خليك مبسوط جوه الكونفورت زون، ما تقولش انا عايز ابقى متميز. بدليل لو انت عايز تعمل بيزنس خاص ليك، اكيد في ريسك، ممكن يخسر ممكن يكسب، بس لو كسب هتبقى انسان متميز وهتبقى رجل اعمال متميز. لو انت عايز تطور نفسك برضو محتاج تعمل ستريتشنج للكونفورت زون، تخرج من بره دايرة الراحة وتبدأ تنزل وتروح تركب مواصلات وتروح تاخد كورسات وتدفع من فلوسك وتطور نفسك، برضه محتاجة ستريتشنج اللي انت تكبر دايرة الراحة بتاعتك وتتنازل عن بعض الأوقات اللي انت بتقضيها في الترفيه وهكذا. لو انت محتاج تصل إلى الجنة، برضه لازم تعمل ستريتشنج للكونفورت زون بتاعتك، تكبرها أكتر. اللي انت أحيانا تصحى بدري شوية عشان تصلي الفجر وتنام بدري وتاخد طريقة من أصحابك و و و بس انت محتاج تعمل ستريتشنج للكونفورت زون بتاعتك لو انت عايز تصل لأهدافك وتتحمل هذا الاسترتشنج اللي ممكن يكون فيه بعض المخاطر. أما النقطة اللي بعد كده حاجة اسمها لا تضخم الأمور أبدا. يعني إيه لا تضخم الأمور أبدا؟ خلينا نقف عند النقطة دي لأنها مهمة جدا. بتقول إن إحنا معظمنا أحيانا بيعيش في نظرية الإكستريم. يعني إيه الإكستريم؟ يعني ما بنفكرش بوسطية التفكير. أما نزعل نزعل أوي أوي أوي، أما نفرح نفرح أوي 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 أوي، بنعمل حاجة نعملها زيادة أوي أوي أوي، يا إما سلبي جدا جدا. الوسطية يا جماعة، وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يعني إيه؟ يعني ربنا الله عز وجل هيخلي أمة محمد تبقى شاهدة على الأمم كلها، يؤتى بقوم سيدنا نوح ويقول هل بلغ، ويسأل قوم سيدنا نوح هل بلغكم؟ فيقول لا والله يا رب ما بلغنا. ثم يؤتى بسيدنا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب قد بلغت. فيقول المولى عز وجل ومن يشهد؟ فيقول سيدنا نوح محمدا وقومه. طب ليه احنا واخدين الرخصه دي من عند النبي من عند ربنا اللي احنا هنبقى شهداء على الامم، احنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عشان نحن امه وسطه، وجعلناكم امه وسطه لتكونوا شهداء على الناس. ففكر دايما وخليك متوسط في كل شيء، الوسطيه هي انسب شيء للتميز. نفتكر كلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اما جم 3 من الاعراب يسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، جم بيسألوا زوجات الرسول أي عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم شكلها إيه؟ فبدأوا يعرفوها. فبعد كده
قالوا إن هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تمام؟ أما نحن ضعاف يعني عايزين نزود، فواحد قال أما أنا فلا أتزوج النساء، أنا مش هتجوز خالص. واحد تاني قال أما أنا فأصلي ولا أرقد، هفضل أصلي وما أنامش. أما الثالث قال أما أنا فأصوم الدهر، أصوم السنة كلها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة المتميزة لأنها سنة وسطة. فإذا أردت أن تكون متميز فكن وسطي في التفكير ولا تضخم الأمور. هديكم مثال، شايفين يا جماعة الصورة دي؟ كل فرد موجود في الصورة دي قدامه خروف. ليه بنضخم الأمور؟ ليه التبذير ده؟ تعالوا بقى على النطاق التاني، بصوا شايفين الفرق؟ شايفين فرق تضخيم الأمور؟ ودول أكبر رؤساء في العالم، شايفين الفرق؟ كل واحد خروف، شايفين فرق؟ كل واحد ساندوتش وماشيين وسط الناس بيسلموا على الناس عادي جدا. فلا تضخم الأمور، المواضيع أبسط من كده بكتير. عايز تبقى مميز خليك مميز بتبسيط الأمور. أما النقطة اللي بعد كده، اترك أثرا مجسدا واضح للعيان، سيب بصمة قبل ما ترحل من هذه الدنيا. تاني، البصمة دي بتربية ولد صالح، البصمة دي بعلم تسيبه، البصمة دي بصدقة جارية، البصمة دي بسيرة طيبة. لازم تسيب بصمة قبل ما تمشي من الدنيا دي، لازم يبقى في بصمة نسيبها. هحكي لكم قصة لطيفة جدا. قصة بتقول إن راجل جم قالوا له بص خش المغارة دي وآخرها هتلاقي كنز عظيم، خد زي ما أنت عايز، بس من فضلك وأنت داخل جوه في كام شرط كده لازم تعرفه. قال لهم ماشي. الشرط الاولاني اللي انت ليك 3 دقايق بس. اما الشرط الثاني ما تبصش على الصور اللي على الحيطه. قال لهم موافق. بدأ يخش الراجل، عينيه جت على صوره من صور الحيطه، فلقى صوره فيلا جميله جدا، فوقف قدامها يتامل. الله، يا سلام بقى على فيلا زي دي. اتحرك خطوه كمان، لقى صوره عربيه جميله جدا بقى، بي ام او مرسيدس زي ما انت عايز. آه يا سلام في عربية زي دي بقى وأخش بيها الفيلا. وبعد كده اتحرك خطوة لقى صورة امرأة جميلة، قال يا سلام وزوجة زي دي تقف لي في البلكونة وأركب العربية. وبدأ يحلم في أحلام اليقظة. وهو بيتحرك ناحية الكنز خدوه وخرجوه بره، لأن الثلاث دقايق خلصوا. فعلا أحيانا إحنا عمرنا بيبقى قصير 3 دقايق، وإحنا بنفضل في أحلام اليقظة بس، نفكر في أحلام اليقظة ولا نفكر فيما بين أيدينا اللي هو الكنز اللي احنا محتاجين نوصل له، اللي هي البصمات اللي احنا عايزين نسيبها في هذه الدنيا. اما النقطة الأخيرة وهي عيش بثلاثية النجاح، فكرة وبداية واعتقاد، فكرة ثم اعتقاد ثم بداية. عيش بثلاثية النجاح، فكرة ثم اعتقاد ثم بداية، تصل إلى التميز. يا جماعة انتوا سامعين الصوت يا جماعة؟ ممكن ندوس واحد؟ معلش هي السلايدز تقيلة شوية. إذا فكر في فكرة أنت نفسك تحققها، اعتقد فيها كويس جدا وابدأ بتنفيذها من دلوقتي وما تسوفش في تنفيذها، وكده اتعلم صاحبنا خطوات التميز، وقرر اللي هو يضيف لنفسه كمان صفات التميز، صفات الشخصية المتميزة. تعالوا نتعرف عليها مع بعض. كن قدوة حسنة، تكن شخصية متميزة. فالقدوة الحسنة تحتاج إلى صدق وصبر والمعاملة مع الآخرين بخلق ومعالجة الأخطاء، لأن كلنا خطائين وكلنا هنتعرض إلى مشاكل. أما النقطة اللي بعد كده، كن حكيم في استعمال السلطة. وزي ما اتفقنا الشخصية المتميزة بتفوض السلطات وبتفوضها بالعدل، بثقة في النفس وتنقل الخبرات، يقدر مسؤوليته وينميها في الآخرين، بيبعث الطاقة الإيجابية في الآخر، يحلق بجناحي الطموح إلى الأمام.
لم يبقى إلا آخر حاجة، الضيف. الضيف هو أنت، الضيف كل واحد فينا لازم يستضيف نفسه النهاردة ويتحدث معها. وأنا أستاذ عادي ولا الشخصية المتميزة؟ ولو كنت أستاذ عادي، من فضلك ابدأ كن متميز من دلوقتي وطبق الخطوات اللي احنا اتعلمناها في التميز، وما تبخلش على نفسك. نفسك تستاهل اللي انت تديها ولو ساعة من وقتك عشان تقعد تستضيفها وتعرف ايه اللي انت ناقصك عشان تبقى متميز. ناقصني ان انا اتعلم شيء معين، ناقصني ان انا احدد هدفي، ناقصني ان انا افوض واعلم الاخرين، ناقصني ان انا اتواصل مع الاخر واكون عون ليه، ولا ايه اللي ناقصني بالظبط؟ واخر حاجة، بشكر حضراتكم على صبركم وعلى سعيكم للتميز. انا كنت مع حضراتكم عمرو سكر، خريج كلية صيدلة. بعد التخرج اشتغلت فترة في مجال الأدوية من ضمنها شركات مالتي ناشونال وانترناشونال، وعملت ماجستير في إدارة الأعمال، وحاليا بعمل الدكتوراه في إدارة الأعمال في جامعة ماستريخت بهولندا، والوظيفة الحالية مدير تسويق إقليمي بأحد شركات الميديكال ديفايسز، ومدرب في علوم الإدارة والتنمية البشرية. أتمنى يكون كان في استفادة متبادلة، ولو في لو محتاجين اي تواصل مع بعض بعد كده، دي الكونتاكت بتاعتي، ده الايميل. في اي وقت حضراتكم ابعتوا لي وانا هرد عليكم. وفي تشانل باسم عمرو سكر بالعربي او بالانجليزي، هتلاقوا عليها الفيديوز كلها بتاعت المحاضرات. وفي برنامج اسبوعي على الراديو الارضي 107.4 اف ام، ده بيتذاع كل يوم اثنين الساعه 12 ونص، واللي ما يلحقش يسمعه هيلاقيه على الشانل بتاعت اليوتيوب عمرو سكر بالعربي او بالانجليزي على اليوتيوب. حضراتكم هتلاقوا كل حلقات برنامج الراديو، وهتلاقوا فيه محاضرات ملتقى الدارين في الشانل بتاعت اليوتيوب. وانا تحت امركم لو في اي سؤال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.